يعني سعداء ان انت معانا النهارده يا استاذ شادي بجد، لان المره اللي فاتت كنت معانا كنا لسه بنقول عايزين الكاس وهو الكاس معانا بس كده خلاص. انا اللي مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم في يوم زي ده، يعني سعيد جدا. اهلا بيك، منورنا. ومليون مبروك للنادي الاهلي ودايما كده في نجاحاته انجازاته وبطولات. موسم استثنائي لالعاب الصالات ده على كل الاصعده. ده احنا وقفنا عند فريق كره اليد لوحده، رجال وسيدات، دوري وكاس. لا خمسة. في حاجه الحمد لله دي الخمسه كده، في حاجه تستحق التوقف عندها يعني. طبعا ده لازم نبتدي بيها طبعا. طب مرجعيه ده ايه في رايك؟ الشابو وتحيات وكل كلمات الشكر للكابتن خالد العوضي. اول حاجه عامل شغل ممتاز الحقيقه. اول حاجه النشاط الرياضي يعني عموما، النشاط الرياضي اتطور تطور هائل. حضرتك زمان كان التركيز كله على الكوره، من فتره كبيره داخلين في اكتر من 10 سنين خلاص الجمهور بقى يعي يعني ايه العاب صالات، يعني ايه بقى خلاص بقى فيهم منافسه ولازم اعرف اللي انا اكسب واجيب صفقات، ولازم فريق الفولي وفريق الهاندبول وفريق الباسكت تنس طاوله كل العاب الصالات لازم نكسب. فاللي حصل ان كان في تركه كده محمله بشويه عقبات، جه كابتن خالد العوضي طور كل حاجه بطريقه بسيطه جدا. اشتغلنا خططنا الكوتش المديرين الفنيين محتاج ايه، بجيب الصفقات. المشكله مش لازم افضل منتظر عليها سنه او اتنين لحد ما اتاكد هو انا شايف صح ولا غلط. والحقيقه المدراء الفنيين يعني يعني تم جلبهم مؤخرا في حالات معينه في فرق معينه برضه هم كمان اندمجوا بسرعه جدا، لان انت اخترت صح، انت اخترت ناس اوريدي عارفه زي ما بيقولوا كده ايه اللاعب المصري اشتغلوا معاه، يعني سواء ديفيد ديفيز في الهاندبول هو كان مدرب منتخب مصر في 2019 واتكلمنا قبل كده اللي هو كان حط المنتخب على بدايه الطريق العوده للانجازات بعد الغياب فتره كبيره. لما تختار اوجوست بوش كان مدرب سابق لنادي الزمالك عارف اللاعب المصري فعارف الاجواء في افريقيا فقدر لما جه خمس بطولات من خمس بطولات. صحيح. كذلك كابتن ميدو مصلحي ومحمد مصلحي في الطايره، كابتن حمدي الصافي اوريدي كانوا كباتن كبار موجودين على الساحه وهم القاده، فبالتالي الصفقات انت محتاج ايه من اللعيبه. فطبعا كابتن خالد العوضي كل التحيه والتقدير، لان انا كنت عامل حسابي فعلا الاول كلام يبقى عليه، بنرسل له كل التحيات. يستاهل يستاهل نتاج تعبه، ما بينامش، كلمه في اي وقت 4 الفجر هتلاقيه بيخلص صفقه، ال 10 الصبح بيعمل مؤتمر، الساعه 2 ربنا يعين. دايما الصفقات مرتبطه لا هو على الجانب الفني يعني زي ما انت بتقول يا شادي واكتر بصراحه، وعلى الجانب الشخصي كمان شخصيه محترمه ومشجع درجه ثالثه للنادي الاهلي جدا يعني دي حقيقه. طبعا طبعا فيعني ده الجزء الاداري. الجزء الفني بقى لو احنا هنتكلم بمناسبه الكاس ده، يعني ديفيد ديفيز جه في نص الموسم ما اعتبرش هو اللي اختار حتى القائمه الاساسيه، جه شايف المحترف مش قد كده البرازيلي رونانس النادي الاهلي استغنى عنه، قدر يطور من اللعيبه. خلي بال حضرتك برضه ان انت لما تجيب مدير فني، ما انت ممكن تجيب مدير فني بيشتغل على القماشه اللي معاه ما بيعملش اي ابديتس او ما بيعملش تطوير ليهم. طبعا. المهم ان انت تطور اللعيبه، لان انت برضه عندك خامات محتاجه اللي هي تتطور، يعتبر جيل مش ناشئ بس اعمار سنيه صغيره محتاجه الخبرات. طبعا لعيب كبير كان لعيب منتخب اسبانيا حصل على بطوله العالم 2005، يعني خبرات متراكمه كبير، كون اللي هو يعرف ينقلها للعيبه فده طبعا يحسب له. طبعا طبعا كان عندنا صراحه مع كامل احترامي سواء لحميد او لطه او للطيار سابقا او لهادي رفعت، كان عندنا مشكله دايما في مركز حراسه المرمى. لما جه اصر على وجود جهاز فني معاه، فينيو لوسرت كرواتي برضو حاطط يعني كان جول كيبر منتخب كرواتيا، اثنين اولمبيكس، فانت برضو خبراتك طبعا. عاليه طبعا. عايزين نشوف ما شاء الله. حميد ربنا يرجعه بالسلامه، وقت الاصابه الجمهور كله كان قلقان طيب طه هيعمل ايه. صحيح. طه فاينل كاس وسيمي فاينل كاس وفاينل كاس اثبت جداره، دلوقتي متواجد مع الفريق برضو احمد وليد القادم من اعاره من البنك الاهلي. فبالتالي ان الجهاز الفني كامل بيشتغل في المنظومه اللي انت خلاص انت كسبت دوري وكاس، بطوله كاس السوبر الافريقي ده مهم جدا.